السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج بودي بيلدينج. حلقة اليوم راح يكون ضيفها نجم مبدع في مجال التمثيل والمسرح، الفنان أحمد إيراج، اللي مؤخرا انضم إلى أحد الأندية الصحية. وبديت ألاحظ من خلال السوشيال ميديا أن في تغير مفاجئ في شكله وفي جسمه وفي عضلاته. اليوم راح نتعرف عن قرب على نوعية التمارين اللي قاعد يقوم فيها بقيادة الكابتن عبد الله العوضي في قلعة المحاربين. بعد الفاصل نعرف أحمد إيراج شنو مسوي من أسرار في الرياضة. من بعد الفاصل معاكم مرة ثانية وبرنامج بادي بيلدينج. اليوم حلقتنا مثل ما عرفتوا فيها النجم الفنان يعطي العافية أحمد إيراج، مؤخراً مبدع، هو دائماً مبدع لكن مؤخراً عنده مجموعة من الحركات اللي سواها اللي أثار فيها الكثير من المشاهدين بحسن أداء. وأيضاً معنا كابتن يمكن شفتوه مرات كثيرة عبر شاشة تلفزيون الكويت، وخصوصاً في فترة صباحية في برنامج صباح خير الكويت يؤدي مجموعة من التمارين. اليوم بنحاول نعيش معاهم أجواء ربط تمارين كمال الأجسام مع رياضتهم. أنا ما راح أقول شنو نوع رياضتهم، لكن أشياء سلم عليهم ومسعين بالخير، مساكم الله بالخير. مساك الله بالعافية. الكابتن راح يكون عبد الله العوضي قاعد بالنص، أحمد إيراج موجود جاهز إنه يتعب. مهمتي أنا وكابتن عبد الله إن نسولف، ومهمة النجم أحمد إيراج إنه يتعب اليوم معنا. يعني نتعب. يعطيكم العافية ومبارك الشهر. وإن شاء الله يا رب أيامكم كلها سعادة. أجمعين يا رب. رياضتكم على ما أعتقد لها علاقة بالكروسفيت، أو هي كروسفيت؟ إحنا مو كروسفيت، إحنا رياضتنا هو برنامج عالمي. نعم. نختلف طبعاً، الرياضة هي في حد ذاتها جميع التمارين متشابهة، ولكن برنامجنا إحنا اللي يختلف طريقة البرنامج نفسه. برنامجنا اسمه Training for Warriors. تدريب المحاربين بالعربي. زين المحارب اني محاربين. شنو لقبه؟ ما قالك شنو لقبه؟ شنو لقبه؟ فنان المحاربين. حلو. فالبرنامج كان موجود في 20 سنه، قبل 20 سنه، حق لاعبين محترفين في الكره الامريكيه، كره القدم. يحتاجون هناك القوه. يحتاجون قوه اللياقه البدنيه، حتى ابطال اليو اف سي اللي هم الام ام اي لاعبين. يعني الحين احمد بالمرحله هذه ممكن يشارك قاعد يتمرن مثلهم. اوكي. ما تحرش فيك نهائيا. كره تلعب كره امريكيه، كره قدم، حاضرين دش فيك. فيلم اكشن مثلا جاهز انت حق جاهز الحين شيء لياقه. يعطيك العافيه. اركب انا تعصيني. لا ما شاء الله عليك، انا قاعد اشوف التغير المفاجئ ما شاء الله عليك خلال الفتره اللي تابعتك فيها وتابعت اكونت كابتن عبد الله العوضي. شفت يعني تمارين وشفتكم بعد التمرين شلون تعبانين فعلا. فاليوم طبعا انت عارفين الحين شهر رمضان مبارك، واكيد كثير منا بالاضافه اكيد بالاساس اللي هو الطاعه والصلاه والصيام، واكيد العبادات الدينيه اللي يؤديها الكل، غير العبادات الكثير يتجهون للرياضه. صحيح. فرصه نوصل لهم الالعاب الرياضيه الموجوده في الكويت والتمارين والامور الصحيحه. وبعد رمضان تعرف عارفين صيف، اللي بيسافر يروح فندق ما فيه مثلا اجهزه وايد. صحيح. فرصه نوصل تمارين ممكن يؤديها وتعادل اي تمرين صعب ممكن يسويه باكبر نادي. صح. فاليوم ايش عندنا كابتن عبد الله، وشلون راح نتعب احمد إيراج؟ خصوصا اني سمعت انه صار اسبوعين ثلاث قاطع. صح صح صح. اليوم تطبيق عليه مننا انا بالقطعه هذه مشكله. مجبور اشوف الوزن صار. انا لما اقطع شنو الحين مننا بالواتساب انا كل شوي لازم كوتش اسوي الحين كوتش. هذه ميزته هو، وصور له النادي هذه الادوات الموجوده، يحس بالذنب لانه لا صار عنده مثل ما تقول مثابره. حلو حلو. ما يبي يروح اللي سواه اللي بناه كله راح، فغير انه صار عنده خبره شويه يحس بالذنب انه ما تمرن. بالضبط. فالحين احنا ما راح نخليه يحس بالذنب. لحظه، هو الحين صار له الحين كنت اسبوعين ثلاثه او اكثر ومتمرن، شلون اطلع الوزن هذا؟ كم الوزن هذا؟ هذا خلنا عشان شرير كنا وايد. لا هذا ترى وزن خفيف يعتبر. حلو. هذه اداه الكتل بل، طبعا احنا يمكن نتميز فيها الأدات عندنا باستخدامها، لأن لو تلاحظ الكتل بل اللي يفرق عن الدامبل أن الوزن كله صاير تحت، فالتحكم فيه شوية نوعا ما صعب. إنزين، فأنت تحتاج تشغل نوعا ما جسمك كله عشان تشغل العضلات، فأنت لياقة عشان تشيل هالوزن. أيوة. فأنت هني راح تحرك عضلات، عدة عضلات مو عضلة واحدة. في هذا الميزة، فأنت لما تحرك عضلات كبيرة في تكرار معين
تحرق سعرات حرارية أكثر، اللياقة تزيد حتى وأنت بمكانك. فإحنا نقدر نقول هذا جيم كامل بهالحجم. بهالحجم هذا. بهالحجم. فالحين اللي راح يسوي هو الكابتن راح نعطيه ثلاث تمارين عبارة عن سيركت. حلو. حلو. بس ثلاث تمارين. في تمرينين مشابهين للبادي بيلدينج وتمرين اللي هو السوينج. أول شيء نبلش نشوف إيه؟ أحمد شلون يتعب. إيه. أنزل. طبعًا ترى في تريننج فور ووريرز يعني تسمع على كلام الكابتن عندنا يومين أساسيين نلعب فيهم البادي بيلدينج. ممتاز. ممتاز. يعني ميكس ما بين أنواع الرياضة كلها. بالضبط. أنا سمعت أيضًا المضمار الموجود في السالمية بعد. حق السبرنتات والركض. حلو. فاحنا لازم نقوي العضلات بالطبعًا تمارين المقاومة. عشان نبي نركض نحامي نحمي المفاصل والمفاصل والأربطة والأمهام كلها القوة العضلية تعطيك بسرعة زين شو مفاصل أحمد هالأيام بعد يبين الحين يبين الله يستر بسم الله بسم الله فأول تمرين الحين راح يسوي اللي هو طبعاً هما ثلاث تمارين راح تسوي أول تمرين راح يكون سوينج 10 تكرارات بس لا لحظة أنا يعني معايش معاكم في المحاربين والوريوز أبي أفهم التمرين شنو أول شيء اسمه؟ اسمه سوينج سوينج انزل يأثر على أي عضلة بالضبط تأثيره الرئيسي راح نشرح أثناء الأداء أوكي. عشان راح تشوف أنت بشكل يلا أفضل نشوف. فبعد التمرين سوينج راح تمسك الكتلبل راح تسوي كيرل وبعدها ترجع ورا وراح تسوي ترايسل بس الفكرة إنه راح نسوي العشر تمارين العشر تكرارات ثلاث تمارين يعني 30 تكرار ورا بعض وبسرعة لازم بسرعة هذه السرعة هي تبيها الوزن ولا نغير أحمد لا زين 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 بسم الله السوينج أول تمرين فحنا نشرح لك إياه طبعا يلا الحين إحنا صح كذي روح حلو أوكي. هذا التمرين السوينج طبعا التمرين هذا إيه؟ لو تلاحظ يشغل أكثر شيء الحوض منطقة الحوض عندك يعني عضلات يأثر الأرداف على اللفت بعد إيه بالضبط عضلات حلو. الأرداف تشتغل يمكن هذه الأداء اللي تشغلها بشكل فعال أكثر من العضلة البطنية إيه العضلة البطنية وبعد شنو العضلة الثانية الهامسترينج والمعدة الكور ممتاز فأنت قاعد تشغلهم بشكل فعال بس يخلص على طول راح يروح كور كم تكرار 10 تكرارات هو راح 10 وهذا باي على طول هذا باي على طول لا حلو حلو اول مره يعني استوعب انه ممكن اتمرن بالكاتربل بالضبط تقدر تسوي تمارين خل اجرب مع احمد انا بس هذا تقيل لا اكمل حواري احسن انك بتجرب خلني على البادي بيلدينج وبعدها ترايسبس اكستنشن حلو ايه لا واجباري المسك تخلي الايد ضيجه بالضبط تسوي التكنيك صح التكنيك صح اشوف احمد ما شاء الله عليه تكنيكه وايد صح فاللي حاصل الحين انه هو الهارت ريت شغال لانه سوى تمارين ورا بعض تكنيك كامل سوى سيركت كامل خلال اقل من دقيقه بين عليه ما شاء الله بين شلون كابتن شيف بشكل هذا هذا تفخيها شويه كذي ولا كذي المسكه لا كذي نفس كذي اوكي خليها راخيه شوي رخيتها وسكر شويه ريلك بعد صدرك فوق انت بحوضك راح خليك ثابت واقف عادي اوكي بحوضك راح ترجع وبعدين تدز بحوضك لفوق لي وين يعني عطني اياها كذي اي بس اي بس انت لان ما شاء الله بادي بيلدينج ما نقدر متعود انك تشغل اكتافك إيه؟ فقاعد تفعل اكتافك فبعد وقت شويه صح ماني قادر احس بعد وقت تحتاج شويه تعديل تكنيك ودي اقول لك قاعد تزرق بس قاعد يرطبها يعني لا قاعد تزرق بس لا يعني اكيد مع الممارسه ومع شواطر الكابتن راح اقدر احرك العضلات المطلوبه يعني مثل ما قلت تعودت مثلا كذي امامي مثلا لان احنا متعودين انت متعود اللي هو يسمونها الايزوليشن موفمنت صح صح فهني انت الفكره اختلفت وين ان صرت كانك انت كله عضله واحده كاني رجل آلي فهذه بالضبط ميزه السوينج انك قاعد تشغل عضلات لا وما شاء الله اللياقه تحس ان اللياقه مو نفس مثلا البادي بيلدينج يعني اللياقه مو مهمه اكيد بس مو كثر الوريورز او النظام ماركو احنا طبعا لا يمكن نستغني عن البادي بيلدينج هو يمكن بالنسبه لي انا العشق في البدايات هي البدايات كانت بادي بيلدينج بس هني الفكرة إن ربطنا عدة عناصر صارت لياقة قوة سرعة صار الجسم يعني ما يأخذ شكل بادي بيلدينج بس يأخذ هم من شكل عضلات بس فيها لياقة في سرعة في أنا سمعت شغلتين أمانة إن أنواع الرياضات الكذي طبعا هذا هجوم عليكم كان تسبب إصابات بس على ما يلعب أحمد التمرين الثاني تجاوب على السؤال إيش رأيك عشان بس الوقت يمشي معنا يلا التمرين الثاني عشان لا يبرد بعدين صار له فتره ملاعب تبي طبعا التمرين الثاني الحين ولا بنفس الاداء اوكي راح نروح ديد ليفت حق عضلات الارداف الظهر اوكي بعدها راح تروح هاي بول اوكي بعدها راح تروح هني رو حلو بيطان بعد رو فاللي راح يصير راح تشغل تقريبا كل عضلات الجسم يعني اذا انا مثلا عندي مشكله في الحديد ماني قادر التزم بالعضلات مالتي التمارين فتره معينه ممكن هني يوم وترك احرك عضلات جسمي بالضبط. واحافظ على اللي ابي ويا يمكن انشف زياده
تنشف زياده، ومع الوقت ممكن تبني عضلات مثل البودي بيلدينج. شيء وايد اللي يفرق اللهم ان انت هناك تركيزك على العضلات اكثر من الايزوليشن. الايزوليشن الحين الديد ليفت، ها اول شيء الديد ليفت بسم الله سبيد تضيف سرعه. ايوه الحين هذا ديد ليفت مع السكوات مع بعض، هذا ديد ليفت عشان يثقل عضلات الحلق والنزله. ما تعتبر سكوات هو لانه وايد مرونه حلوه ما شاء الله ما شاء الله، فشكلك كانك قاعد تسوي سكوات بس لازم تروح شويه صدرك لقدام عشان يصير كانه ديد ليفت. ايوه ايوه كذي صار الحين تقريبا حركه ديد ليفت. بعدها راح تروح هاي شويه 10 هاي بول. حلو هذه حق المثلثات، هذا حق عضلات التراب مثلثات، وبعد تمتد شويه تحت الظهر صح؟ بالضبط. حلو. احب التمارين انا راح يسوي رو تبادل يمين يعني هني راح يسوي خمسه الحين قاعد يلعب منشار. هذا منشار قاعد يشغل تقريبا شبه مو شبه اساسا يعني تمارين البادي بيلدينج ولكن في سيركت معين قاعد تسويها بالضبط بالاضافه الى السرعه والركض والامور تسوي بالمضمار يعني مثل هالتمرين احنا نسميه سبيد سترينث او عاده نسميه كومبلكس. الميزه ان انت الحين ما شاء الله الفتنس صار سريع حاله من حال اي شيء في العالم أي. فانت ما عندك وقت تقعد ساعه ساعتين بالجيم الا نعم. اذا انت ما شاء الله بروفيشنال، بس اذا انت عايش سريع على مثل هو مثل ما شاء الله كله بيزل سفرات هذا اذا عنده مثلا عنده سفره قريبه بفجيره بعد سمعت أي. فهالاداه الصغيره ممكن تسوي شغل كبير عرفت. حلو احنا الحين بنكمل بعد اذا في تمارين ثانيه لكن مو الحين، ناخذ فاصل وبعد الفاصل نواصل معاكم في برنامج بودي بيلدينج. وصلنا معاكم الى ختام حلقه اليوم ولكن الوعد ان شاء الله باكر وايضا تمارين جديده في قلعه المحاربين باشراف الكابتن عبد الله العوضي واداء النجم فنان المحاربين احمد ايراج.